دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمستشفيات الشرطة هتبدأ النهاردة استلام كراسات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الشرطية الصحية. وأعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2024-2025 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي من اللي بيجتازوا الاختبارات المقررة. النهاردة تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2024 للمستفيدين بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية وحاملي البطاقات الزكية اللي بيتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، وبيتم إتاحة الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. لعشاء الكرة المصرية أيضاً موعدهم النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري، هيلتقي الزمالك مع بلدية المحلة في تمام 9:00 ليلاً.